الله أكبر الله أكبر. أنا مش بيفرق عندي مسيحي أو مسلم، كلنا إنسان. هو كذا حد بيفرح فعلا إن أنا مسيحي وبشارك معاهم في مائدة رمضان. أنا متطوعة بقالي 10 سنين. الكتاب المقدس بتاع الإنجيل معلمني المحبة، إني أخدم أي حد محتاج. بنعيش أجواء رمضان مع بعض، يعني بنعمل الحاجة برضا وبمحبة وفرح. أنا من شبرا، من دوران شبرا. أنا مع مجموعة الخير دي بنعمل حاجات خيرية كتير، وكل رمضان بنعمل مائدة هنا في المبنى ده، في المصنع بتاع المهندس محمد فران الله يرحمه. يعني احنا شبرا عادي، حتة مسلم ومسيحي دي مش موجودة. أنا أنتماتي مسلمات في شبرا، مسيحيين ومسلمين عادي، ما عندناش مشكلة. بنساعد في الخير مع بعض، وفي شهر رمضان يعني الموائد وتوزيع الشنط كل ده بنعمله احنا عادي يعني مع بعض كمسلمين ومسيحيين، سواء في شبرا او على المستوى الشخصي او على المستوى الاجتماعي مع مجموعة الخير اللي انا معاهم. احنا جروب الخير هنا احنا كتير ومتطوعين كتير، بس الحقيقة ما فيش الا انا المسيحية في وسطيهم. رد فعل اصحابي في رمضان بيبقوا فرحانين جدا، وحتى ما انا باجيش يعني انا انت ما جيتيش اقول لهم حاضر انا اجي، الا ان انا يعتبر المره دي ما جيتش بسرعه عشان المناسبه عندي برضو العيد بتاعي، فجاي الاوقات مع رمضان قوي. انا دوري في المائده بعبي الاكل خصوصا الرز، بدوق عشان انا ما ببقاش صايمه، فادوق الصوبيا، ادوق الطمين، ادوق الاكل، كل الاكل يعني انا داي نادي يعني انا دوقي ده دوقي ده دوقي. بعبي كمان الاكياس العصاير، وبعد ما بنعبي كل واحد بيبقى ليه دور، في حد بيحط في الشنط، حد بيغلف، حد بيحط الترشي، حد بيعمل الحاجه الحلوه. بعد ما بنعملها بنبتدي نحطها في شنط عشان ننزل تحت الشارع نوزع ونوزع عصاير. بالنسبه ليا للتطوع انا مش بيفرق عندي مسيحي او مسلم، انا كلنا انسان محبه. يعني انا كمان الكنيسه او الكتاب المقدس بتاع الانجيل معلمني المحبه، اني اخدم اي حد محتاج. مفيش حاجه اسمها مسلم او مسيحي، ده انسان محتاج ايه امدي ايدي ليه اساعده. ده اللي متعلماه من علاقتنا يعني مع بعض، ان يكون في تعاون، في محبة، في مودة، في تسديد احتياجات. حتى أنا لما بتبقى عندي حالات برجع لصحابي عايزة حاجة معينة، حاجة بيقدموا لي بصراحة المساعدة. إحنا هنا المائدة مسيحيين ومسلمين، هم يقعدوا يقولوا لو حد مسيحي يا نانا قرايبك هم قرايبك هم، أقول لهم شايفاهم، بيبقى حقيقي بتاع 20 أو أكتر. مش لا لا، إحنا عندنا الحتة دي عادي جدا جدا. حتى في توزيع الشنط بنيجي قبل العيد بيوم او اخر يوم في رمضان او قبل الاخير بنوزع ملابس للناس بتاعت اللي بتيجي المائده، بتجيب عيالها وبنكتب اساميهم وبنديهم ملابس. انا ادهم بيبقى مسؤول عن المائده، هو بيبقى بيجي طبعا يوميا، بيبقى بيشوف الشيف والطلبات، وهو متابع حركه المشتريات واللي هنعمل كام وجبه، هنخرج كام وجبه، ده بيبقى مسؤول عليه ادهم. بننوع الاكل، بنعمل لحمه وبنعمل فراخ وبنعمل كفته وبنعمل مكرونه وبنعمل رز وخضار. انا متطوعه بقالي 10 سنين. الموقف اللي اثر فيا وجع قلبي قوي، كنا مره وعاملين مائده وبنعمل وجبات كتير جدا 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 وبتخلص، والناس فطرت وفي ناس عايزه اكل،
فالشيف قال انا تعبت بيتعب حقيقي وخلاص يعني الوقت خلص. فانا اتضايقت قوي قوي قوي. فجي ادهم ما قال لي اننا احنا مهما عملنا مش بنكفي، فعشان انا ما اتضايقش اكتر فطلع فلوس وخليناهم يروحوا يجيبوا اكل. فده فعلا ده وجع قلبي قوي، ان احنا مهما عملنا اكل كتير احتياج الناس اكتر والاعداد اكتر. في موقف فعلا الناس جم قالوا ايه ده انت مسيحيه، وفرحوا جدا وهي وجوزها كانوا معانا. قالت له فبيقول لها ان انا مسيحيه، قال له فرحان جدا وكان عاجبه جدا جدا، وكانت فيه يعني روح ايجابيه قوي قوي قوي. احساسي انا في المشاركه لما باكل الناس ببقى طايره، ببقى فرحانه جدا جدا جدا. بالنسبه لعلاقتي في شبرا وان انا من شبرا، الاعياد كلها بنعيدها، رمضان، عيد الاضحى، عيد القيامة، عيد الميلاد، ما عندي كلنا مع بعض، ما فيش حاجه اسمها فعلا الحياه دي. وانا عشان الدوران بقى فزحمه على طول، فتحس بالعيد على طول. اي مناسبه في مصر بتبان قوي عندنا. انا انتمتي مسلمه وهي بيني وبينها شارعين ثلاثه في شبرا. هي توفت قبل يعني قبل عيدي بتاع يناير ب 4-5 ايام، كانت 15-20 سنه. فدي اثرت فيا قوي. واول يوم رمضان انا ومعديه في بيتها فبقول لها الله يرحمها، فاصحابي بيقولوا في ايه، فواحده قالت لها دي بيت صاحبتها اللي توفت. اني يعني متعوده اول يوم رمضان بروح افطر معاها انا وابني، فوجعتني قوي قوي رمضان ده بصراحه. حتى اقعد ادور عليها لان متعودين نخرج مع بعض، افطر عندها، ننزل بعد الفطار نتمشى. بالنسبه لمشاركتي في الكنيسه مع اخواتي المسيحيين ومشاركتي في الجروب الخيري مع اخواتي المسلمين، مش بشوف فيها فرق، الاثنين واحد. الناس محتاجه في كل حته. وعمر ما حد مسيحي برضو عندي قال لي انت بتروحي ليه. ده في مره انا افتكرتها دلوقتي، انا جبت معايا جروب من الكنيسه كان ثانوي واعدادي، عبوا معانا الشنط هنا وكانوا فرحانين برضو جدا وعجبهم جدا ان هم بيشاركوا في حاجه زي كده. يعني بنعمل الحاجه برضا وبمحبه وفرح، مش مجبرين او كصورة أو كإلزام أو لا عشان نقول إحنا كويسين وحلوين، لا عشان إحنا حابين نعمل كده ونقدم محب ونساعد. فبنعمل كده بقلب حقيقي وبحب. صحابي طبعا بموت فيهم بحبهم، هم حلوين قوي قوي قوي، مجموعة مترابطين مع بعض، بنساعد في المائدة مع بعض وفي أي عمل فردي إحنا بنعمله تاني مع بعض. وحقيقي فعلا الخير ما فيش فرق بين مسلم ومسيحي فيه، لأن فعلا في الآخر إحنا كلنا إنسان.